من المقرر أن تجرى 3 طرز جديدة من طائرة الركاب 619 الضخمة الصينية الصنع، أولى رحلاتها التجريبية نهاية هذا العام. الطرز الثلاثة هي 104، 105 و106، وهي الآن في مراحل مختلفة من الاكتمال. وستجري الرحلات التجريبية المعنية نهاية 2019، وستتم زيادة هذا العدد إلى 6 طرز. ويعود حجم الإنتاج الضخم إلى تطور الرحلات التجريبية، وقد تلقت طائرة الركاب الصينية سي 919 800 طلب من 28 عاملا في أنحاء العالم.